لا زال المنتخب السعودي تحت 23 عام يعد العدة للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، والتي بلغها عقب احتلاله لوصافة المجموعة الرابعة في مرحلة التصفيات. برنامج الصقور الخضراء التحضيري للبطولة القارية بقيادة الوطني سعد الشهري مر بأربعة مراحل، انطلقت في مدينة الطائف وستنتهي في العاصمة الماليزية كوالالمبور قبل التوجه لمدينة بانكوك. دشن الأخضر الطريق نحو الاستعداد لكأس آسيا في مدينة الطائف ودولة مصر في شهر سبتمبر الماضي بمعسكر استمر لمدة 7 أيام، خاض خلالها لقاء وحيدا أمام المنتخب المصري وخسره بهدف نظيف. المرحلة الثانية شهدت مشاركة الأخضر في دورة دولية ودية في الصين شهر أكتوبر الماضي، لعب فيها 3 مواجهات، حقق فيها انتصارا على المنتخب الأردني بهدف، وتعادل مع كل من منتخبي الصين وأندونيسيا. وفي 7 نوفمبر وصلت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عام إلى دولة الإمارات استعدادا للمشاركة في الدورة الدولية الودية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد والتي تخللها 4 لقاءات. خسر 2 منها أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون مقابل وبنفس النتيجة من الإمارات، فيما كسب البحرين بهدف وتعادل مع أوزبكستان بهدفين. آخر المراحل انطلقت بمعسكر في العاصمة الرياض لمدة 3 أيام قبل أن يغادر الأخضر لماليزيا، والتي منها سيرحل في 8 يناير المقبل لخوض غمار منافسات بطولة كأس آسيا التي أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات قطر واليابان وسوريا. مرحلة مهمة جدا، خصوصا أن المراحل السابقة كانت تهدف لهذه المرحلة. العمل الفني اللي احنا محتاجينه في هالمرحلة هذه حيعتمد بشكل كبير على النواحي التكتيكية، على انسجام المجموعة مع بعضها. لذلك اعتقد انه ان شاء الله من خلال المباريات الودية تتضح كثير من ملامح ان شاء الله الفريق بشكل كبير. ان شاء الله احنا تركيزنا الان على مباراة اليابان، ومن ثم ان شاء الله مباراة قطر وسوريا حيكون لها ان شاء الله العمل الفني الخاص فيها في وقتها ان شاء الله. جميعنا جاهزين بخلال التمارين، وايضا من قبل المعسكر هذا كلنا جاهزين، نعرف وجهتنا ليش وهدفنا ايش، وهدفنا واضح باذن الله راح نحقق اللي مطلوب منا باذن الله. حاب اقول لجمهورنا انهم يساندونا ودعواتهم الصادقه لنا، وباذن الله نحن نقدر. 4 محطات، جهد مبذول، 8 مواجهات، والهدف المنشود مواصلة الطريق نحو قمة القارة.